اخيرا. انت بتصدق بايه؟ انا لما قعدت جنبك كده واتاخرت عليا قلت اكيد هتجلي منك يا عطوه النهارده وتفضل قاعد جنب الاستاذ عبد البديع طول النهار. هو انت ليك متوى غير اوضه نومي؟ وطبعا الغتيت التاني قاعد على السفره بره. اه والنهارده جاي معاه مراته وابنه. ليه يا لطيفه طبخه ايه النهارده؟ وفين الشبشب؟ نعم سلام عليكم. ده هي بتعمله كده ايه؟ بسم الله كون انت واكل حبايبك وادعو لصاحب التكيه. يا ساتر تعالى كل يا وطني. الف شكر. سفره دايما ان شاء الله. انت تعرفه ولا مش وطني الوكيل بتاعك صاحبك يعني؟ لا السفره بالاكل اللي عليها في بيتك. لا تبقى تعزمه بقلب جامد لما تبقى في بيتك. تعالى خد العنوان ده. طيب تشتري الحاجات اللي مكتوبه في الورقه دي وتسال على المحلات اللي بتبيع اسطوانات قديمه. مهنه متنح ليه؟ الحاجات دي كلها عايزها امتى؟ الاسبوع اللي فات لو تقدر. يلا اتكل. طب بعد ما اجيب الحاجات دي كلها اجيبها لك على هنا؟ هو تعمل كده رخرب بيتك. اه لما تجيب الحاجات دي هتديني رنه هقول لك تقابلني فين. حاضر. اه حاضر. علي هات ابن خالتك وتعالوا عايزكم. طب وانت يا بديع مش هتقعد تاكل لك لقمه؟ والله لو فضل حاجه من جوز المقاطيع دول سيبها لي في الثلاجه اتعشى بيها. نفسي يا لطيفه ارجع الاقيكي في البيت ما الاقيكيش في الاسم زي كل مره. عايزه ايه؟ عايزه اقول لهم كلام سر؟ لازم اقول لك هقول لهم ايه عشان ترتاحي؟ ذمتك شوف راحه الا في الاكل. انت فاكر قصر حلوان اللي احنا جبناه للباشا قبل ما يموت بفتره قليله؟ اه فاكره كويس. هتاخد ابن خالتك وخمس ست رجاله على نسوان وتنكتوا البيت تنظيف وتوضيب ولما يبقى تمام تمام هتبلغني بالتليفون. بس المشكله ان عايز الكلام ده يحصل في خلال 24 ساعه. طب ما نتحاسب بعدين. لا بعدين ولا قبلين. يلا بسرعه. هو ده الشغل اللي احنا قفلنا المحل عشانه؟ سي عبد البديع ما تيجي تقعد يا اخويا معانا شويه. تعالى يا اخويا كلك لقمه ده الاكل حلو قوي. خير عايزين ايه؟ طب مش تقعد تاكلك لقمه الاول؟ قدامكم دقيقه من دلوقتي لو ما جبتوش من الاخر انا نازل عندي شغل. الله هي قبل لطيفه ما قالتلكش ان احنا عاوزين نعمل اجتماع مجلس عيله؟ هي فين العيله دي؟ هو انت ولا هو تقربوا لي ولا هي تريح جثت؟ ليه بس كده يا استاذنا؟ ده احنا عندنا مشاريع استثماريه عايزين نعرضها عليك. ليه بقى؟ حد قال لكم ان انا هفتح شركه استثمار وتوظيف اموال؟ اسمعوا اللي اقول لكم. انا عارف اللي في دماغكم. واللي مربي قرد بيبقى عارف لعبه. الله يسامحك يا متر. خلاصه الكلام عايزكم تاجلوا احلامكم ومشاريعكم لغايه انا ما ست في نفسي وافضلكم. وبعد كده هشوف طلباتكم ايه. كل واحده واحده عشان ما تزوروش. ومحدش يبص في لقمة التاني عشان ما تنزلش بالسم الهاري. يا زين شايفي بيتو. تعالى يا جناب الحكمدار دورت المنطقة كلها. فضل يا باشا. أنا شايف إنك عملت مشروع أهو. يا باشا لا مشروع ولا حاجة يعني دي خدمة كده عاملها لأهل الحارة بدل ما يضربوا مشوار لحد بره يعملوا تلفوناتهم. قلت اوفر عليهم المشوار وفي نفس الوقت يا باشا بعمل معاهم واجب باخد منهم نص ثمن المكالمه بس. اه على اساس يبقى في تكافل اجتماعي يعني عشان ادبر حاجه من ثمن الفاتوره يا باشا عشان ما بقاش تقيل عليك يعني. لا خلصت يا غريب. هات يابا 2 جنيه ونص بتتقع على الله. تشرب ايه يا باشا؟ اشرب ايه؟ انا جاي من البيت واكل وشارب وكله تمام. قول لي ايه بقى الموضوع المهم اللي عندك؟ بص يا باشا بالنسبه يعني لحظه واحده يا باشا. انت شايف هات لك جلاب وياد. صوت يا باشا. ايوه بول. انت فين؟ انا هنا في مشوار في وسط البلد كده. طب خلص مشوارك وتعالى لي بسرعه على المكتب عشان عايزك في موضوع مهم جدا. خير في ايه؟ اشجان ماضي السعيد شريكتك في الميراث. مالها؟ تعالى لي بس وانا اقول لك. ما في اي حد الصبح. ايوه فندم. أنا متولي حسن رمضان اللي بلغت عن الحالة اللي عندنا في العمارة. الحالة في دور الكام؟ في الدور الثاني سعادة. اتفضلوا معايا. أنا يا فندم قعدت أخبط وأضرب جرس أكتر من 10 دقايق، مفيش حد فتح، عشان كده أنا اتصلت بسيادتكم. اكسروا الباب. لا 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 يا بيه مش هيفتح كده. لا
دي مصنعية وشغل بتاع الزمان، مش باب ورق بتوع اليومين دول. مش هينفع يا حبيبي، لا حد من جارك سرب الباب بسرعة. تمام يا فندم. طيب تحب سعادتك تستريح عندي لما يجي النجار ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ناصر ولع. هات جنيه ونص. غريب يا غريب. ايه يا بنت في ايه؟ والبيت بيولع ولا ايه؟ فين عبد البديع بيه؟ هو انت مش قلت انه قاعد معاك؟ حصل. بس جاله تليفون وقاعد معايا، قال لي اوصل مشوار رفيع كده واجي لك صد رد، من ساعتها لا صد ولا رد. مشوار؟ مشوار ايه ده؟ ليه؟ انت كنت عايزه منه ايه؟ كنت عايزه منه حاجه بخصوص المرحوم. يا دي المرحوم اللي كان عارفنا في عشتنا في حياته وهيعاكنن على مزاجنا بعد ما ماتوا. انا مش فاهمه انت لسانك ايه؟ الاموات ليهم حرمه، اتقي الله بقى. ادفوا الحريقه دي لا تاذي عيل من العيال الصغيره. في ايه يا نبيل؟ جايبنا على ملا وشه وعامل لي سسبنس، في ايه؟ قدامك كده واهنا خير. انا مساله الخير والشر دي احنا مختلفين فيها. قولي اللي عندك. سيبت ركبي. أشجان مالها؟ ماتت؟ الله أعلم. يعني إيه الله أعلم؟ يعني محدش يعرف لها طريق من 29 سنة. بجد؟ طب ما كده خلاص يا بلبل، يبقى 11 مليون رجعوا لي تاني. ما تخليش الفرحة تاخدك قوي كده قبل الأوان. اللي حصل ده شيء إيجابي جدا، بس مش 100%. يعني إيه مش 100%؟ واحدة مختفية 29 سنة محدش يعرف عنها حاجة، تبقى ماتت. والله لو جبت شهادة وفاتها يبقى كده انت خلصت الموضوع وحلال عليك يا عم ال 11 مليون. بس في مشكلة بقى، لو انت ما جبت شهادة وفاتها دي هتفضل أشجان ماضي السعيد شبح واقف في زورك. جريان نبيل، انت قاعد تمطوح فيا بين اليأس والأمل ليه؟ ارسى على بر وخلصني يا أخي، أنا على فكرة طريقتك دي ربكاني، أنا مش عارف أفكر. طب بس اهدى اهدى بس كده يا عبد البديع. الله اهدى بس عشان نعرف نناقش الموضوع ونوصل لحل سليم وقانوني 100%. حاضر يا بابا حاضر. قولي انت بقى بهدوء كده، انت وصلت المعلومة اختفائها دي ازاي؟ وبعد كده هنفكر سوا بصوت عالي ونشوف هنعمل ايه. ايه ده ايه ده؟ حضرتك دورتي يا رمضالي؟ ايوه. انتوا مين؟ وايه اللي بتعملوه في الباب بتاعي ده؟ انت بخير؟ ايوه بخير. انا بس عندي صداع من الخبط بتاعكو ده. ايه اللي حصل يا استاذ متولي؟ الاستاذ متولي كان شاكك ان حصل سعادتك مكروه، واتصل بشرطة النجدة عشان يتاكدوا من البلاغ بتاعه. يعني ايه مكروه؟ انا بس اخدت قرص منوم عشان انام. ما تشغليش بالك انت يا مدام دولت. انسى لو سمحت. اسف معلش. المهم فاضل حضرتك كملي نومك واسفين مره ثانيه على ازعاجك. ميرسي. شكرا. مرسي. شكرا يا استاذ متولي على اهتمامك. عفوا يا دولة هانم من الجيران لبعضها. استاذ متولي، والله يا فندم انا ما بلغت سعادتك غير لما قعدت اخبط واضرب الجرس 10 دقايق وما فتحتش، وادي سعادتك لما جيت بنفسك اهو عملت نفس الحكايه وبرضه ما فتحتش. ما تبلغش غير لما اكون متاكد تماما ان في مكروه حصل. حاضر. توبه والله يا فندم، انا اصلي بطبعي طول عمري ماشي جنب الحيط، ولو طولت امشي على الحيط همشي عشان ما اعملش مشاكل. ماشي يا سمطان، يلا بينا. كده وصلنا لنفس النقطة تانية. حلها انت بقى. والله انا يومين تلاتة كده اخلص المشاغل اللي عندي وانتهي من اجراءات اعلام الوراثة واسافر المنصورة عشان اتأكد بنفسي. هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ هو انت فاضي؟ ده انا ما بقتش اشوفك حتى في المكتب. دول 11 مليون يا بلبل، تعب وشقايا، ربنا عارف انا تعبت فيهم قد ايه، عشان كده نور لي شعاع امل. هتسد انت في وشي؟ والله انا كنت ناوي ما ارجعش من المنصوره الا لما اوصل لحل، والمساله ممكن تاخد وقت. بالعكس، ده هتختصر الوقت. لما نروح سوا كل واحد فينا يدور ويسال بمعرفته. الحاجه اللي هتاخد يومين ممكن كده تاخد يوم واحد. خلاص يا عبد زي ما تحب. تعرف يا بلبل، لو ربنا اكرمنا ورجعنا من المنصوره بشهاده وفاه اشجان او حتى بورقه جوازها، والله العظيم بشرفي ليك عندي هديه قد كده هتعجبك. السلام يا عبد البديع، ما انت عارف من زمان انا عمر ما كان الفلوس والهدايا بتشغل دماغي. انا اهم حاجه دلوقتي اكون امين على وصيه عمك، وفي نفس الوقت
احافظ على اخلاصي لصداقتي ليك. ربنا يخليك ليا يا جدع، واشرف وانزه محامي في جمهوريه مصر العربيه. مساء الخير يا بتاع. في حد مضايقك؟ لا ابدا مفيش، تعالى اتفضل. تعالى وطن. حاضر. احنا مش جايين نقعد، احنا هنحط الحاجات دي بقى ونتكل على طول. اهلا يا وطن، اتفضل. ايه في حاجه؟ ثانية واحدة، تعالى يا ابني حط الحوض هناك هنا على البوفيه ده وشغله يا ابني. حاضر يا فندم. العصافير نحطها فين يا ده؟ في البلكون طبعا. يلا في البلكون. حاضر. وده اكل العصافير وده اكل السمك. ايه رايك بقى؟ في ايه؟ سمكتين الزينة اللي هناك دول جايين مخصوص من قاع المحيط الاطلنطي عشان يونسوكي، هما وجوز العصافير اللي في البلكون. بس دول جايين بقى من غابات البرازيل، يعني انت حبيبتي اتجمع في بيتك المؤقت ده طرفين من طرفي الكرة الأرضية. طب طرفي الكرة الأرضية هو فين ده؟ لكن ايه حكاية بيتي المؤقت دي؟ 72 ساعة بالظبط وهجاوبك على السؤال ده. المهم اظبط المنبه بتاعك على 8:30 الصبح، 12 ساعة من دلوقتي عشان هعد عليك من تحت أختك. ليه ده كله؟ أنا مش فاهمة حاجة. أحسن أحسن إنك تبقى مش فاهمة، أمال المفاجأة تبقى إزاي؟ أنا بقترح عليكي مجرد اقتراح، يعني إن سمكتين الزينة يبقى اسمهم دال وعين، والعصافير يبقوا عين ودال. ما تنسيش 8:30 بالظبط، ما تسيبنيش مسطوح. يلا يا وطن. باي باي. وإيه اللي بيحصل؟ خدي يا حبيبتي وطريقة استعمال الأكل. يلا يا وطن. شكرا ميرسي. مع السلامة. شفت يا وطني؟ إيه؟ مفيش أجمل من البيوت القديمة دي. أي خدمة أنا فندم؟ شكرا يا حبيبي، مع السلامة. حيطان عالية، كرانيش، شغل بتاع زمان. عيبها الوحيد الفيران والعرس. فكرني المرة الجاية ولما نيجي لبنت عم حبيبتي نجيب مصيدة، لو في فارم ضايقها ولا حاجة نريحها منه. حاضر. ولو المصيادة ما جابتش نتيجة نبقى نجيب سم فران. حلو. بس انا بتهيألي مش هنحتاج سم فران. يا رب الفران بس تكون سمعت وتختشى على دمها. يلا يا قطر. اتفضل. في حاجة ناقصة؟ لا انا نسيت حاجة. خير. انت مالك؟ المهم العنوان ده مظبوط وهلاقي فيه كل الطلبات؟ هي الاسعار حراقه شويه بس مفيش حاجه ناقصه، كله تمام. خلاص اتكل انت. بقول لك من بدري هتبقى معانا التليفون، هنتعب الايام الجايه شويه بس كله بثوابه. انا عنايه ليك يا استاذ، تأمرني بحاجه تانيه؟ لا مع السلامه. العصافير وسمك الزينه شيء جميل، بس الاجمل بقى لو كنت كتبت كلمتين حلوين وحطيتهم في ظرف. يلا خدي يا هدوم يا معلم. ايه يا جنابه ده؟ هو اللي هتروح مشوار صد رد وهتيجي على طول. معلش يا غريب يا اخويا، انت عارف ظروف الشغل ما بترحمش. والله حذرك يا جناب، وعشان كده انا مكبر دماغي من موضوع الشغل ده وما بشتغلش خالص. اشرب ايه يا جناب؟ انا قلت لك يا غريب انا تمام التمام، مش عايز اشرب حاجه خلاص. ان شاء الله يا رب دايما على طول في التمام كده. كان في موضوع بتقول انه مهم وعايز تكلمني فيه او تاخد رايي فيه، حاجه زي كده يعني. بالنسبه لموضوع اللي عايز معاليك فيه ده ما يخصنيش. مساء عسل يا شوكر. مساء سكر يا عم بوعله. ايه خير في ايه؟ معايا ضعف. انا مش جاي الراجل بتاعك، انا جاي اتكلم براحتي. اتكلم في لي يا عم براحتك، انت جيت بعد مواعيد العمل الرسميه شطبنا. وايه ده ايه ده ايه ده؟ محلفين بالتثبيت ولا ايه؟ وايه كميه السلاح اللي انت جايبها دي؟ انت جاي تحرر العراق. استنى يا غريب بس لو سمحت يا اخ. بقه بقله بقله وخليك في حالك. لا مؤاخذه دي خلافات بين ولاد منطقه واحده وهتتحل وهتحل تاني بعون الله. رجع الموبايل مكانه وبقله اللي انت بتعمله ده عيب. ما عيب ده العيب يا زميل. يا بقله بقول لك ما تدخلش نفسك في الغريق والعبوه تبلعك منه يا صاحبي. ده رقم مميز وموبايل الباشا وده راجل قادر. لو هو قادر بقى بعون الله انا مخاوي. انت بتسخنوا عليا
متأكد ان انا جايزه عشان مصلحتك. لا كلام الحكم دار محتاج. لا ما يصحش يعني، ده ابن منطقتي وخلافات بسيطة يعني، ما يصحش اسلمه للحكومة كده يعني. انت قادر عشان خاطرك. يا عم بقلة سكت ليه، ما بتتكلمش براحتك يعني. ولا يهمك يا زميل، اباجي لك وقت تاني تكون فاتح فيه، والمرة تكون حضرت فلوس من الدين اللي عليك. نورت وشرفت يا عم. طب ما تقعد يا عم، نفتح لك صندوق بيرة ولا نجيب لك تربة حشيش ولا حتى يا اخي نكسر لك انبوبة مكس. بالهنا والسطر على قلبك يا صاحبي، بالاذن. يخرب بيتك يا غريب، انت مش ممكن. انت ما سمعتش حسن الاسمر يا باشا في فيلم جعلوني مدمنا؟ هو بيغني بيقول انا اللي كل جروح والزمن مدبوح. اه يا باشا، كتر البكا يعلم النباح. كتر البكا يعلم النواح، النباح دي بتاعت الكلاب. خلينا في المهم، قول لي بقى ايه الموضوع المهم اللي انت عايزني فيه. يلا قول بسرعه قبل ما حد من حبايبك يجي. شوف يا سيد، قالوا مؤاخذه يعني، شوف يا سعاده الباشا، من غير القاب اختصر. زي ما سعادتك عينت، انا اخو انهار والشيء الوحيد زي ما هي شئت بالظبط يعني. باختصار كده ملناش غير بعض، وبعد اللي حصل لا بقت قاعده في البيت لا ليها شغلانه ولا مشغله، وقعدتها في البيت من غير شغل كده هتجيب لنا الكلام. ادي اول مره اسمعها يا غريب، قعدت الست في البيت بتجيب الكلام. ما هي واحده زي انهار دي لو مؤاخذه يعني مطلقه وطول بعرض كده والحته هنا رغي ولقلق ليل ونهار هتجيب لنا الكلام يعني. فهمت، يعني انت عايز تاخد اختك وتعزله في حته محدش يعرفكوا فيه. غلط يا جنابه، لان احنا مش على راسنا بطحه لمؤاخذه عشان نحسس عليها ولا نمشي من هنا. وبعدين اللي يخرج من داره يستاهل اللي يجراله. انا بصراحه كده يعني كنت عايزك تقنعها انها ترجع لطليقها تاني. طليقها عمال يزن عليا ليل ونهار يا باشا، وانا بصراحه بتكسف منه يعني. وعلى الاقل هو اولى بمصاريفها، وبصراحه هو كريم معايا وجدع زيك كده، وكل ما احتاج حاجه يعني الاقيه في داري مع اختلاف المقامات يعني. طب هي رايها ايه؟ ده المهم. رايها ايه؟ وفي راي بعد رايي. طب ما فيش راي بعد رايك، فين المشكله؟ وانا عايزك بقى جنابه تقنعها برايي ده، لان انا بصراحه يعني بخاف اقول لها رايي. اشهد يا منطقه، جناب الحكم دار عند غريب الجوكر هنا في البيت. انت باشا تسلم ايدك. شد تسلم وتعيش. ايه في ايه؟ بتقول لك سيبنا شويه النهارده. طب ما تقولي كده من الصبح، ما انت عارف ان انا غبي وما بفهمش. طب الحمد لله ان انت فهمت. خد كوبايه الشاي بتاعتك واقعد هنا عند الشباك اتسلى حبه. عايز اتكلم مع البيك كلمتين. انا جنبك هنا جنب الحكم دار على الكلام، لو عوزت اي حاجه رن لي بس. سنجا تحت امرك. انا اللي تحت امرك. انا طلبت اقعد معاك عشان اقول لك تحت امرك. انا عارفه ان انت شايل مني بسبب اللي عمله الباشا، لكن رب السماء والارض انا اتفاجئت زيك كده بالظبط. ونعم بالله يا ست امان، كل واحد بياخد نصيبه. بس اكيد يعني يا بيه انت حاسس ان انا خدت نصيبك؟ انا خدت نصيبي حسب الشرع وحسب ما امي عايز، وانا راضي تمام التمام. متشغلي بقى بنتي. امال ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ مجيك هنا كل ساعه والتانيه، وقعدك مع اخويا، وحكايه الموبايل. انت ليك حق تستغرب يا مرحبا، بس ده جزء من وصيه المرحوم الله يرحمه. يعني ايه؟ مش فاهم. انت مش شفت عم الله يرحمه وهو بيتكلم في التلفزيون ساعه الوصيه، لما قال ان في كلام بينه وبينه حاططه لي في سي دي خاص بيا؟ وانا كنت في ايه اللي في نفسي ساعه البيت؟ زي ما انت عارفه يا ست عمار، الله يرحمه ويحسن اليه امي، ما كانش ليه في الدنيا غير انا وعلي جني. احنا اللي كنا بناخد بالنا منه ونشغل له فلوسه وبنكبرها. الله يرحمه وصاني عليك، قال لي عامل بديع
لازم تاخد بالك من انهار زي ما كنت واخد بالك. وتاخد بالك من فلوسها. الظاهر انه كان خايف عليك من ضيشك. هو جاب لك سيرته؟ مش انت فضفضت معاه اكتر من مره في موضوع غريب؟ انا كمان الحقيقه لما قربت من غريب حسيت اني محتاج حد جنبك يقف معاك ويحميك من طيشه. شوف يا مارك، انا عارف ان احنا الله يرحمه كان عايش ما كناش على وفاق، بس ده ما يمنعش ان انا كنت بحترم جدا اخلاصك في خدمته. ما يا نهار، انا بحترم جدا وصيه المرحوم الله يرحمه. انا هيبقى ضميري ان انا انفذها. ده الا اذا انت رفضتي، ساعتها مش هتشوفي وشك. العفو يا استاذ، ده انا بقيت ناعيه همي اليوم اللي غريب هيعرف ايه اللي عندي ده. بالمناسبه هو كان طلب مني اتوصل عندك عشان موضوع قليل بينك ترجعي له. العفو، عمرك شفت مسجون هرب من سجنه وشم هوا نظيف وشاف الشمس يرجع تاني بخطره للسجن والسجان عشان يخنقه ويمرر عليه عشته؟ لا، وايه بالشرع والقانون؟ سجان ما تعرفش تقول معاه بيم، سجان لا تقدر تكلمه ولا في حلال ولا في حرام، اصله على طول الخط كده مش فايق لك، عامل دماغه فضيلك. بص يا استاذ عبد البديع، انت عملت اللي عليك وكلمتني في الموضوع، بس لو هو شاطر صح يبقى يفتحني في الموضوع وانا هوري له شغله مظبوط. يا ابو ايه يا عم، على فين رايح؟ اشوف اشغال يا غريب. ايه عندك مانع؟ طب ما رديتش عليا في الموضوع اللي كنت وصلتك فيه. وانا ما قلتلكش مش انا فتحتها في الموضوع. قلت لها اسمعي نهار، انت لازم ترجع لطليق، تعالي كده وتسمع كلام اخوك يقولك تقومي تقومي تقعدي تقعدي. الله ينور عليك، هو ده الكلام يا جنابه. وقالت لك ايه؟ قالت له مال، خلي بس غريب بنفسه هو اللي يقول لي ارجعي له، وانا عبيهم هم الاثنين في كيس زباله واحد بعد ما اقطع جبتتهم. بص الظاهر يا غريب معزتك عندها بقت في المعز الطليقه. وبعدين في بنت المحبوسه دي؟ انت بس لو تقول لي ايه اللي مخبيه عني صارحني يمكن اقدر اساعدك. اي نوايا؟ كتسند الزير بدل ما يقع يتكسر 100 حته. يا ساتر يا رب. طب احنا مش اتفقنا؟ انت بس تشاور هتلاقي اللي عايزه في غمضه عين. نفسي امن مستقبلي بمشروع تاني غير اتكلم براحتك ده. فكر وابقى قول لي وانا تحت امرك. وانا لسه افكر، الموضوع مدروس ومترسق في دماغي وعشه على عشه. فكرت في ايه؟ تكتوكين ثلاثه. يعني شفت المعلم رضا في فيلم ملك التكسجيه؟ هو انا نفسي ابقى ملك التكتوكيه، اجيب لي كام توك توك كده يجروا قدام الرايحين جايين واكتب عليهم يافطه المعلم غريب الجوكر ملك التوك توك. والتوك توك ده بكام؟ مش حسبه غاليه يعني، قيمه 16 17. 16 17 ايه؟ 16 17 استك 1000 يعني. يعني كلها حسبه 50000. وشرفك يرجعوا في غمضه عين. بس مين يعمل كده؟ تتدبر يا جوكر، خليها على الله. معاك نمت عليك وبوظت عيشتك، ما بقاش بس الاقيك اونلاين. الحسبه كده عمال تتسرسب ومحتاجه تركيز عشان الواحد يركز صرفه في الحاجات الصح. محدش عارف الخطه اللي محطوطه دي هتاخد وقت قد ايه لحد ما تنجح.